الله بيرزقك لذلك تجدهم ينادون وعلموهم البراء يعلم الناس الشرك علم الناس الشرك دي حقيقة ومرة تخش القلب تخش أي مكان مرة المهم الزول إبلعه شفت كيف الزول علم الناس الشرك قال إن ناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل والخطب معناه المصيبة يعني كان جاتك مصيبه البرعي قال لك نادي ولي الله اسماعيل مدفون في الابيض ميت يا اخوك انا ناديت الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول قال لك ده شرك ربنا قال ومن اضل ممن يدعو من دون الله من دون الله اي حاجه من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واحد هنا مرتاح يقول لك يا الشيخ فلان تلحقني يا الشيخ المكاشفي تلحقني وفي زريبة المكاشفي ويا المكاشفي انا في حواق ما بتخجل انت هو زمان انت بتنادي في وسي يا نادي الحي الذي لا يموت الله تبارك وتعالى ناديه استغيث به وقل لك بناديه ما بتناديه لكن بتنادي غيره وده الشرك ذاته وانت قال لك الشرك ده الا انت تقول ما في اله نهائي لا 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 الشرك ده انت بتصلي أنت خلي بالك الموضوع ده مهم جدا أنت ممكن تكون بتصلي وبتصوم وبتمشي الحج شفت كيف وبتجي هنا وبتنفق كمان بتنفق عديل كده بس بطوفة بتاعت قبة هنا في حمد النيل بتضيع ده كله كله ربنا قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ألا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فشيرك ما بيحسبوه بل بي... بتقول بي... لي انا بصلي كثير والسياسة كانت كان اتوضيت اتوضيت ساكت وهذه الصلاه ماشي ماشي المسجد اتوضيت مشيت كده الله يكرمك الوضو انتقض بتقول يا انا ما اتوضيت هسه انا مش ساكت بتصلي بالوضو ده ولا بتجدد الوضو الصلاه مش باطله ده ذات الاسلام كده زول قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ودي الشباب بتاعت لا اله الا الله واحد يقول لك لي... يا نازل يا احنا احنا بنقول لا اله الا الله كيف تقولوا هنا مشركين هاي مشركين بتقول هاي لكن انت ما نغطى نغطى زول بيقول لا اله الا الله بعد شويه دزعته يا الشيخ البراي بس خلاص كفرت الا تسلم جديد تسلم جديد ولا بد من مناقشتك يشوفوا عقيدتك في الزول لجنه عشان كده انت لو قلت للناس اي اسماء ثانيه غير الالهه التي تعبد من دون الله عز وجل الناس ما بتشتغل بك كذا يجيب لك اي اسماء ثانيه قول للناس يا ناس عليك الله ما تنادوا خالد من الوليد ده ولي ولا ما ولي؟ ولي والله زول يشتغل بك ما في وغايب واسم ولا ما اسم؟ اسم وذكرت اسمه وهو غايب صح؟ اغتبناه يعني للبيان زول بيشتغل بك ما في ولا في زول بقول لك اغتبتوا لشنو؟ لكن مين ما تقول للناس ما تنادوا المكاشفي ما تنادوا التجاني يقول لك أزول هوي أسكت ما بسكت دي ما حقيقة ما تنادي واي ربنا قال ومن أضل مما يدعو من دون الله والتجاني دون الله لكنهم هم ما معترفين بالكلام ده انت قال لك شيوخك معترفين بأنهم هم دون الله ما معترفين بالكلام ده أوعى تنطط الشيوخ دل كلهم عندهم كتب وعندهم وثائق إن شاء الله الشيخ بعد شوية يجي يكشف لك الكلام ده بالكتب الناس زي ما معترفين إنهم دون الله عز وجل يخدل بنازع ربنا تبارك وتعالى في ملكه بنازع الله في ألوهيته وفي عبادته عز وجل وحده بعد الزول يقول ليك ما تتكلم فيهم الناس شالوا حق الله شالوا حق رب العباد تبارك وتعالى والدول الدول أنفسهم وعشان الناس يعبدوهم من دون الله عز وجل هذا هو الشرك والكفر فأكبر قضية اليوم نحن نواجهها هي الشرك بالله عز وجل وأن الناس يعبدون غير الله عز وجل مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقعون في الشرك يقعون في الشرك يشركون ليلا ونهارا ينادون غير الله ويذبحون لغير الله ويطوفون بغير بيت الله ويتعلقون بغير الله وينظرون وينذرون لغير الله كله ده حاصل ويتبركون بما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كله من الشرك بالله تبارك وتعالى والاعجب والاغرب باسم الاسلام وباسم محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا كله ما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرك بالله والله الرسول يكون خصيم الناس زي كلهم يوم القيامه ترى انت هنا ما ضاربك الهواء وبتاكل في الفته وبتشرب في الشاي وتقول, وتقول وتقول في النهايه بجاه المصطفى يا سلام والله نحن الرسول ده بنحبه حب اه الرسول ما بحبك كان جيت بوسخك ده كان جيت بالشرك ده الرسول صلى الله عليه وسلم ما بحبك ولا بدورك الرسول صلى الله عليه وسلم ده رسول موحد موحد توحد ربنا تبارك وتعالى في عبادتك لله عز وجل انت كده مش عادل لكن تخدت لك ناس تخدتهم بينك وبين ربنا تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى السيدة الشبهة دي وقعوا فيها المشركين الأوائل والمشركين الليلة وقعوا فيها عشان ما في واحد يقول لك دي آيات المشركين طيب آيات الزنا خلاص بعد ما نشتغل بها خلاص وقفت مش آيات الزينة دي نزلت زمان نزلت ولا ما نزلت نزلت آي آيات السرقة خلاص كله ده وقفوا لا يقول لك دي شغالة ودي برضو شغالة إنت مالك إنت أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب فالكلام ده الكلام ده كلام واضح الشرك ده راقد لكن الناس ما بيقبلوا الكلام فيه وليه انت لأن لأنه الموضوع ده منتشر كثير. الموضوع ده منتشر، مجرد انت ما قلت الشرك بالله والناس لا يشركون بالله، هما عارف في البيت في خال وعمه في واحد راك متعلق بالمكاشفه، واحد دار عليه حجاب، والثاني خايف من القرجه، مما تخش كده البيت تقول له ابوي فك المكاشفه، يا ولد مسخوط، الشرك مع منتشر. انت تسوي شنو؟ تصبر. تصبر وتدعو للتوحيد. وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة فهذه القضية هي القضية الفاصلة بين السلفيين وبين كل الجماعات قضية التوحيد دي بس أصلاً نحن ما بنتكلم في أنصار السنة أنت قال بنتكلم فيهم ليه؟ لأنه الموضوع ده ما نجدوه موضوع التوحيد ده نحن كنا معاهم لكن لما لقيناهم ملكلكين في موضوع العقيدة وموضوع التوحيد دارين ياكلوا ساي ويشربوا كانوا شيوخنا دارين ياكلوا ويشربوا والواحد انا يا دكتور دكتور فلان يا اخ ما تمش بدك بني في راسك دكتور دي ما بتنفعك وين دعوتك للتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي النبي يوم القيامه يعني ياتي النبي ومعه الرجل والرجلان يا اخ حبيب النجار ده كان دكتور في سورة ياسين ربنا قال عنه في القرآن وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى كده دكتور ولا بروفيسور ما بتنفعك الكلام ده، شوف هو قال شنو قال يا قوم اتبعوا المرسلين، قوم عملوا له شنو؟ في التفسير قو القو... القوم هؤلاء القوم وهم اصحاب قرية أنطاكيا قتلوه وعفصوه عفصوه حتى خرجت أمعاؤه من دبره بعد ده قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، ده التوحيد كده التوحيد فيه مشاكل فيه مشاكل انت بيشاكلوك عشان كده الدقون دي كلها تركت الدعوة إلا من رحم الله تركت الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وأصبحوا يداهنون فيه فلذلك أي زول هنا شفت عنده دقن دكتور عبد الحي يوسف أي زول ذكر لك هنا انت عارف في وسائق أوعى عاد ساكت تقول يا اللي بيتكلموا في العلماء انت اصبر انت قلت كلمت فيه وليه؟ ما عاد جوت ساي. الشغل داينا صنفرة حارة جدا شفتها صنفرة حارة جدا طليه حريريه بنظبطك تمام لذلك عليك ان تثبت الكلام داينا سخن جدا تعرف الليمونه في الجرح اي آه انت ثابت بس بعدين اتوثق من الكلام دا وان شاء الله تكون على بينه من دينك انا افتح الفرصه للشيخ شهاب ليبين ويوضح السلام عليكم ورحمه الله (وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان